السلام عليكم. أحب نتطرق لواحد الموضوع مهم جدا، ويعني حملوني شوية هنطول عليكم، حيث أنا حبيت نتكلم على قضية صيانة الملاعب بصفة عامة، خاصة الملاعب الجديدة هذه اللي الصيانة تاعها راح تكون مكلفة لأنها فيها وسائل عصرية، فيها وسائل متطورة، ولا لابد الصيانة باش ما تقدرش تغير أنت الماتيريال في كل عام، تغير الماتيريال، تغير الكراسة، تغير هذه، تغير النظام تاع الكونترول تاع التلفزيون، كذا كذا، الكاميرا، كلش لازم الملعب هذا يكون فيها تسيير تجاري محض. لازم الملعب يسير كشغل شركة، يعني شركة تجارية، شركة سيتين، ماشي شركة خيرية، ولا لازم تكون فيها يعني تسيير عقلاني وتسيير علمي وتسيير تجاري، وتكون فيها نقطة مهمة جدا جدا جدا، تكون فيها الشفافية في التسيير. لازم الشفافية كاملة في التسيير نتاع الملاعب هذه. إذن هذا الملاعب ولازم يتسيروا، اللي يسير الملاعب هما الفرق هي اللي تسير الملاعب، ولازم عليها تمويل ذاتي، لازم تلقى مصادر تاع التمويل، لأن التكاليف تاع الصيانة باهظة. لابد يلقاو ديزاستيس، يلقاو حلول باش يدخلوا أموال للفريق وللملعب باش يديروا الصيانة تاع الملعب. وقضية يعني المتفرجين، اللي يكسر، اللي يتحكم يخلص على الآخرين، على أصحابه. لازم اللي يتحكم وتثبت فيه الجريمة تاع التكسير ولا الديتيريوراسيون تاع لي بيان تاع الملعب، لازم يخلص، لازم بروسيات يكونوا قاسحين، لازم اللي هما ما يحكموهمش دائما. الكاميرا ما عادش تحكم كاع الناس، لكن اللي يتحكم يخلص على اللي ما تحكموش. هذه هي لا لوجيك، اللي لازم اللي يتحكم يخلص على اصحابه اللي ما تحكموش، هذو 10 ولا 20 الاخرين اللي ما تحكموش هو يخلص عليهم. ولازم تكون اعلام في الملعب، يكونوا البروسيات لي زاموند يكونوا مكتوبين، الناس تعرف لي زاموند شحال، وتعرف يعني كل الامور، الامور تاع تسيير الملعب تكون مكتوبه نوار سير بلون في دون دي زوندروا، وين الناس تعرف والمسؤولين يعرفوا، وهذه تدخل في اطار الشفافيه. ولازم الملعب يتسير بطريقه تجاريه، فيها لي ميثود، فيها لي دروا دو ترانسميسيون، فيها يعني حقوق البث، فيها لو سبونسور، فيها يعني الانفستيسمون في لا بوبليسيتي، يشيروا دي بانو بوبليسيتير الكترونيك ويمولوهم من طرف الشركات اللي تشري لي دروا باش تحط الاشهارات نتاعها في الملعب. ولازم يكون فيها تسيير علمي، ما بقيناش نديروا البوبوليزم والبي تاع الدخله، ماشي 20000، هذه ناكدوا عليها، البي تاع الدخله تاع الملعب ماشي 20000، لازم تكون مداخل كبيره ديجا من لابيتري تكون، لازم تكون على مستوى الملعب هذا، ماشي نيبورت كي تدخل الملعب هذا، على الاقل بي ما يحبش تحت 200000، 2000 دينار البي ما يحبش تحت 2000 دينار للمشاهد. اذا هذه هي، لازم المسؤولين يكونوا قدها، لازم يكونوا قدها، يكون فيها انفورماسيون تسير تاع الملعب هذا تاع لي ستادي والتنظيم والاخر، فيها دي فورماسيون لازم يقراوها في معاهد، ولازم يتدربوا على هذا التسيير العلمي، والتسيير يكون راقي لهذه الملاعب، وتكون فيها شفافية في التسيير خاصة، ويكون فيها صيانة دائمة. والشفافية هي تضمن عدم الفساد، الشفافية هي اللي تضمن الانزلاقات، تكون فيها شفافية، وقاعد يتحاسبوا أمام الوزارة كلهم، كل الفريق، كل المسيرين تاع الملعب يتحاسبوا امام الوزاره، لان الملعب
حتى ولو يكتب على اسم فريق معين، لكن يبقى بروبريتي نتاع المينيستر، البروبريتي نتاع الدوله. الملعب لا بروبريتي نتاعو تاع الدوله، يعود للدوله. التسيير يقدر يكون مانجمنت بريفي، يقدر يكون مانجمنت يعني لوكال على مستوى الفرق، على مستوى المديريه تاع، لكن لا بروبريتي نتاع الملعب تبقى على الدوله. هذه ما لازمش يغلطوا فيها ولا يقول لك تاعنا صافي نديروا واش نحبوا. لكن الملعب خاصه الملاعب الجديده هذه 6 ولا 7 ملاعب لازم تكون فيها مانجمنت، يكون مانجمنت يعني بلي نورم، بلي نورم انترناسيونال، وفي اطار الشفافيه التامه. اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.